كيف تقرأ دور الدولة المصرية في التعامل مع اللاجئين داخل الدولة؟ الدولة طبعا هي اللاعب الأساسي، لأن مؤسسات الدولة الحكومية مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الداخلية، هذه الوزارات هي على الخط الأول لاستقبال اللاجئين ولرعاية اللاجئين ولتقديم لهم المساعدات ولتقديم لهم الخدمات الاجتماعية الذين هم يحتاجون إليها. فمعظم أطفال اللاجئين تقريبا 95% أو أكثر من الأطفال اللاجئين المسجلين لدى المفوضية يحق لهم الالتحاق بالمدارس والمعاهد المصرية، وكل اللاجئين وطالبي اللجوء يحق لهم الاستفادة من العناية الطبية أسوة بالمواطنين المصريين، وكافة اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين في مصر يستفيدون من الدعم للسلع الأساسية التي أيضا توفر للمواطنين المصريين. فلذلك الدولة بأجهزتها المختلفة، هذه الدولة هي في الخط الأول، والدولة في هذه العناية هي مدعومة من قبل المجتمع المصري الذي هو مجتمع مضياف، مجتمع كريم، مجتمع ودود، ومجتمع فتح أبوابه وفتح قلوبه للاجئين.